بدت موهبتي قبل 4 سنوات، شفت فيديو على احد مواقع التواصل الاجتماعي لفنان توازن، بديت اسوي هذا الشيء بالبيت. بالبدايه واجه الصعوبات، اول اشهر واجه الصعوبات بالتدريب والممارسه، بقيت اتدرب حوالي 6 ساعات باليوم تقريبا. اول عمل كان قارورات زجاجيه طول عندي نصف ساعه. ويعد ابراهيم اول شخص يدخل هذا الفن الى العراق. فن التوازن فن نادر، قليل بالعالم يتقنون هذا الفن. بالعراق ماكو فنان توازن، فحبيت اكون اول شخص يدخل هذا الفن على العراق. فن التوازن هو فيزياء بالاصل، بس انت حتى لو عندك القاعده الفيزيائيه ما راح تستفاد شيء، ضروري التطبيق والممارسه.